وتبسط خشونك حسب اللهم عجل فرج الطائب من آل بيت محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.
رسالة موجهة إلى الأخوات العزيزات ابتداء من الليلة سيفتح السرداب إن شاء الله ليكون مكانا لاستماع لكم. فاللي قاعد بالشارع ما عاد مكان في الصالة ترى باب السرداب مفتوح، تفضل الأخوات في متسع. جزاكم الله خيرا الجزاء على أصواتكم والصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الثاني والثالث وفي أعلى الأصوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق الوقت اللي كانوا يوم هم اطفال
عدد المولودين يوصل الى 90 جنين. فمن هنا المبيت عليه السلام قبل اجراء هذه الدراسات كانوا يهتمون باستخزان الاطفال، يهتمون بالعنايه بمواهبهم. زين، هذه العنايه وهذا الاشاره في صدد وجود ضجه واستغلال المواهب، لان الناس يتفاوتون يا اخواني في العنايه بمواهب الطفل. شلون؟ خلينا نشوف الصور، صور عامه الناس كيف يتعاملون مع مواهب الاطفال. الان لا يوجد منطقه ولا يوجد مجتمع ولا يوجد شعب من الشعوب الا وفيه نسبه كبيره من الاطفال الموجودين. لكن المشكله وين؟ المشكله في التعامل مع هذه الموجه. كيف تستثمر هذه الموجه؟ ما هي مواد تنميه هذه المواد؟ شوف الفرق، خلينا نشوف الصور الموجوده. معظم الصور الموجوده يا اخواني من صور سيئه في استغلال المواد، عند عامة المجتمعات، عند مختلف الشعوب. الصورة الغالبة في التعامل مع موانئ الطفل هي الصورة السيئة. شو الصورة السيئة؟ الصورة السيئة لاستغلال الموهبة تارة بعدم الاقتراب. يعني بيهتم يقولون له ابنك مبدع، ابنك عنده قابلية للحفظ، ابنك مثلا إذا وديته لتعليم القرآن يحفظ الجزء بسرعة، ابنك يقول افرض مثلا قصيده من القصائد، عنده قدره على حفظ القصيده بسرعه هائله اكثر من الكبير. ابنك افرض مثلا بعد في ريعان وبدايه عمره وهو عنده موهبه الرسم، عنده موهبه الخط، عنده موهبه الانشاد، عنده موهبه الاداء، بعد عمر 4 سنين 5 سنين يحب يحفظ يقرأ دعاء في المسجد، مواظب على حضور صلاة الجماعة بعد عمر 5 سنوات أو 4 سنوات، من يكتب؟ من يقدر؟ إذا كنا نشتعل نوع من التبسم من باب المجاورة، أما أنه يهتم مثلا بكون هذا الطفل عنده موهبة، مع الأسف هذا من الجانب. أو لا، يا ريت أنه فقط لا يقدر. هناك من صور المعاملة السيئة للموهبة مو بس عدم اقتراب وعدم مبالاة، وإنما تحبيب، وإنما تكسير إلى قيمة الموهبة. يقولون لابنك مثلا، يقولون لطفلك عنده قدرة على النمو، يستدعونك معلمون أخرى مثلا في المدرسة يقولون له هذا ابنك تو داخل المدرسة، لكن عقلك متفتح، المعادلة الرياضية يضبطها، المفردات الإنجليزية بسرعة يحفظها، هني عندك تهرب ولا عندك؟ يقول لي دكتور اشتغلت مهمة، تعال شوفوا في البيت شلون، أنا بقولكم أنا أدري عن هذا ما نشر ما إلى قيمة، هذا لو بخير كان سوى العمل الكذائي، لو بخير كان نفع ونفع، أقوى مثلا بالمنزل. فيدفع في قلب الطفل حالة الإحباط والإحساس بالفشل، مع الأسف يقولون اليوم بنسبة كبيرة وصلوا إلى سن 40 و50 سنة، وبعدها الصدمة من إحباط أيام الصبا موجودة. إحنا نقول لا، وصلنا إلى السن، وصلنا إلى سن جردنا، نسينا أيام مثلا التزوج الأسري في الأسرة أيام الصغار، لا، هذه الحالة النفسية موجودة، خزنها الطفل يوم عمره 5 سنين 6 سنين، الأب مثلا أو الأم أو العم أو فلان المدرس يقول له أنت فاشل أنت فاشل أنت فاشل، هذه خزنها في عقله، ما تعرف تطلع عقله. إذا تزوج جابوا له أولاد يفرق المخزون اللي موجود عند عقله أيام الصغار في الولد الجديد، يقول له انت نفس الشيء، تصور ان هي هذه التربيه الصحيحه، وهو مجرد عقد نفسيه كانت مسبقا موجوده ظهرت فيما بعد. فهذه من احدى صور المعامله السيئه للطفل. احيانا لا ايضا، احيانا
إلى معاملة أسوأ بالنسبة إلى معاملة المؤمن بصورة سيئة، أنه يستغلها في غير وضعها السليم. يعني يستغل موهبة الطفل استغلال سلبي، يشوف هذا الولد مثلا عنده قدرة على الرسم، اجوا مثلا جهة مشبوعة تقتنص هذا الطفل الموهوب، يقول ما دام عنده قدرة على الرسم خلينا نعلم كيفية التزويد وكيفية صنع مثلا شهادات أو وثائق ملفقة ومزورة، كانوا هذا الصغير يعتقل وليروح رب الأحلام، نحن نخلو تخلو أيدينا من المسؤولية، شايف؟ فنسمع موجود في الزمن هناك أن يستغل مواهب الأطفال بصورة سيئة. نقول الحمد لله رب العالمين، احنا مبتلين في محل ابتلاء، لكن أقول لك بعض الناس مع الأساس يستغلون موهبة الطفل، موهبة الصغير في الاستغلال غير سليم. شلون؟ يعني يشوف هذا الولد مثلا عنده نشاط، عنده حركه، عنده موهبه، يقول بدل ما تخدم، بدل ما عندك حاله الشغف، حاله الرسم، تعال اشتغل عندي، ويخلي عليه اعمال قاسيه لا تليق بسنه، ويتصور انه هذا انفع عنده، هذا استغلال سيء. فهذه اذا صوره سيئه الى استغلال موهبه الطفل. هناك صورة يا إخواني لا يقال أنها صورة سيئة، ولكن هي صورة ناقصة. فرق بين صورة سيئة سلبية وبين صورة ناقصة. الصورة الناقصة ما هي؟ أسمع أن المولود أو أن هذا الصبي أو هذا الحدث له موهبة، لكن أقصى ما تعاملي مع هذه الموهبة شنو؟ الاستحسان. أقول لي نعم ولدي ولدي بعد صغير وعنده قدرة على الرسم، ولدي بعد طفل وعنده قدرة مثلا على الخط أو على الإنشاد أو المشاركة. فحالة استئناس، حالة استحسان، حالة أني شعوري كذا الواحد زين، كله زين بالعكس زين وعملية جيدة، لكن يقولون عنه ناقصة. ليش؟ لأنه مطلوب من كراعي للموهبة أن تشرف على هذا الموهبة، أن تقوم بتهذيبها، أن تقوم بتطويرها. زد وهي الصورة الثالثة الإيجابية، يعني الصورة الثالثة تشجيع الموهبة، هي على الصورة الكاملة، أن يكون راعي الموهبة بالإشراف عليها وتشجيعها خلينا الآن مع هذا العرض ننظر إلى منهج أهل البيت سلام صحيح. أهل البيت كيف كانوا يتعاملون مع المواهب؟ خلينا نشوف كيف كان أهل البيت يرعون مواهب الأطفال. أهل البيت إذا أرادوا أن يتعاملوا مع موهبة لصبي أولا يقومون باكتشاف الموهبة. ما ينتظر إلى أن يجي الزمن يجيب لي ولد ما أبي موجود له موجود. زين أنا وظيفتي شنو؟ أنا أسمع الآن أن فلان من الأولاد يحفظ القرآن الكريم. فلان من الأطفال مثلا يجيبونه من الجمهورية الإسلامية أو ما أشبهها وتصير له صيام قرآنية أو صيام دعائية، وإذا حفظ القرآن الكريم حافظ مفاتيح الجماع حافظ الصحيفة السجادية يقول زين الله يوفقه. طيب انا الان دوري شنو؟ وهذا الخبر يا اخواني هو دائما متلصق في اذهاننا. احنا دائما لما نشوف طفل موهوب شو نسميه؟ نسميه الطفل المعجز. نسميه الطفل المعجز. شنو يعني الطفل المعجز؟ ترى هذه التسمية جاية بمقصود، يعني كأننا هذا الأمر خارق للطبيعة، ما يصير عند شيخ ياسين ولا عند إخوانه ولا عند أهله ولا من هالنوع. هذا بس مرة واحدة الزمن أفرز ولد منها من في الجمهورية أو من هالنوع ما كان حفظ القرآن، ما يصير غير مثل القرآن. ما يصير نسميه طفل المعجزة، يمكن تجوز المجاز، وإنما الفرق بيني وبين
راعي تلك الموهبة، أن راعي تلك الموهبة اكتشفت موهبة لديه فطورها. وأنا أنا قد يكون والدي يمتلك موهبة، لكن أولادي يا جماعة يحفظون أكثر من ذلك الصغير حفظ القرآن، لكن وجهنا حفظهم إلى غير أشياء ما إلى فيها. لو أني اكتشفت الموهبة وطورتها لتوصلت إلى أن أصنع أطفال مع عجوز، كما أن هناك طفل عجوز إذا صنعت هذا الناس. فأهل البيت يدعون إلى اكتشاف الموهبة. شلون؟ أضرب لك مثال. مثلا يذكر لنا التاريخ نموذجا لأمير المؤمنين سلام الله عليه مع ولده الإمام الحسن الأسد. دخل أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم على الصديقة الزهراء عليه السلام فأخبرته بحديث والدها. قلنا اليوم أبي في المسجد هكذا قال، هكذا قال، هكذا قال، هكذا قال، وذكرت نص الحديث. قال لها أمير المؤمنين فاطمة أكنت هناك؟ كنت موجودة؟ قال لا كنت موجودة، أنا في البيت. زين أنا لك هذا، من أخبرك؟ النبي بعد في المسجد، من يتحدث من الحديث يا رب؟ قالت إن ولدي الحسن يذهب إلى المسجد فيسمع حديث جده فيحفظه عن ظهر قلبه فيأتي ويخبرني بما قال جده. عند قابلية الحفظ وعند القدرة على أن يسمع الحديث لمرة واحدة فيحفظه عن ظهر قلبه. شوف لو واحد مثلا يسمع عن ولد أشياء يجي إلى المعدن سمع رقمية من الخطيب، سمع أبيات من الخطيب، شاف مشهد، هذا يصير يتكرر عندنا. كثير أولادنا بعد يرجعون مثلا يسمع رقمية الموهبة، يسمع رقمية الخطيب، بيت الخطيب، النجابة، صورة المصيبة يرجع ويكررها، يتابع مثلا مشهد تمثيلي يرجع ينقل القصة إلا ما تلوها مثلا السبايا أو أولاد مسلم أو ما أشبه. زين كيف تستغل الموهبه؟ اعطيه ايضا نموذج ثاني خليها تتطور. اتاكد انه صاحب موهبه واذا كان يمتلك حس التفكير استغل في المواقع. شوف ما صنع امير المؤمنين عليه السلام. قال احب ان ارى ولد. قلت له ابي الحسن تعرف يخجل ان يتكلم امامك. لو تقول له جدك اليوم يستحي من أدبه وحياته. فقال أمير المؤمنين إني أرجع وأتوارى خلف الباب. أخليه يجي على رأسه حتى أكتشف الموهبة التي بعد الحبيب أنا أسبق الحسن وأجي إلى الدار وأتوارى خلف الباب وأسمع ما يقول الحسن حتى أشوف الموقف كما أنا وأكتشف الموهبة ثم بعد هذا أقوم بتقييمه. هذا مدرج أهل البيت في اكتشاف الموهبة. فعلا اليوم الثاني خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسن يجي بالدار المنبر يصلي ما يقول جده ثم إذا انتهى النبي من الحديث يجي يسلم على جده ويروح إلى أم الزهراء يخطب. أمير المؤمنين بمجرد أن انتهى رسول الله من الحديث قام وسبق الحسن إلى الدار. فلما يجي إلى المنزل ايش سوى أمير المؤمنين؟ تواضع حتى يجي الحسن على رسوله وكان الامر اعتيادي ويذكر لامه ما سمع من جدي كالمعتاد. فعل به الحسن ودخل ولا يعلم ان اباه خلفه. فقالت له الزهراء عليه السلام بني الحسن ما قال جدك اليوم؟ هم بالكلام فسكت. بني الحسن ما قال جدك؟ ساكت. اليوم ايش كان جد مع بطل قد حفظته يا الله؟ اذا ماذا قال جدك؟ قال يا الله كان لساني وقل بياني لعل سيفي من خلف الباب رباني. واشار الى ابيه امير المؤمنين.